دول كلام مهم جدا يا كريم، استكمالا لكلامك. وبقاله كام يوم يعني خلينا نقول بيتم تسريبه كده، لكن امبارح تحديدا اعلن باتسو ماتسابي رئيس الاتحاد الافريقي طبعا لكره القدم في تصريحات كانت واضحه جدا بقى. قال لك او اتكلم عن تغيير اسم بطوله دوري السوبر الافريقي، وان البطوله هتنطلق في اكتوبر. وقال كمان انه تقرر رسميا تغيير مسمى البطوله من السوبر ليج في الدوري الافريقي لكره القدم، انه هيكون الدوري الافضل يعني بفضل وجود المزيد من الاموال والجوائز والمكافئات. استقر كمان الاتحاد الافريقي على مشاركه الانديه التاليه: اولا عندك الاهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، وسان داونز الجنوب افريقي، سيمبا التنزاني، بيترو اتلتيكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي، وانيمبا النيجيري. فبالتوفيق ان شاء الله، برضو بدايه اعتقد مش وحشه جدا.